تعالوا بقى نروح لموضوع مختلف، هنروح لفريق رجال اليد ونقول لهم مليون مبروك لانهم فازوا فوز مستحق على شبيبه كينشاسا الكونغولي بنتيجه 37-23، وحصدوا بالتالي النجمه الافريقيه السادسه وتوجوا باللقب. طبعا النادي الاهلي كان حقق البطوله دي قبل كده 5 مرات، والحقيقه الفريق قدم مشوار مميز جدا على الصعيدين، على صعيد الاداء وعلى صعيد النتيجه، بالفوز على كل منافسيه دون استثناء. طبعا حاجه محترمه جدا. كمان سيدات الاهلي قدموا الحقيقه مشوار جيد في هذه البطوله، بنقول لهم هارد لك ان هم طبعا خسروا برونزيه البطوله، لكن لسه ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون عندهم بطولات كتير، واحنا مستنيين منهم ان هم ينافسوا على القاب كل البطولات اللي جايه ان شاء الله. تاني بنبارك للنجمه السادسه الافريقيه لرجال النادي الاهلي، ومستنيين منهم المزيد من النجاحات والبطولات.